يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. اهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ يا ابني انا اصل كنت انا يعني مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. اسلمي. اهلا اهلا يا زين. ايه يا ابني؟ بقالنا مدة ما شفناكش. معلش بقى يا عم نوفل، مشاغل والله، انت عارف الدنيا تلاه. خير خير يا زين؟ خير ان شاء الله. انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني. اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. الله، ايه العباره؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجه، انا بس بعد اذنك انا عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك اهي. لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني، ده بعد اذنك طبعا. يا حلولي كلمتين بينك وبينها؟ ده في اسرار بقى. ايه يا دودو، ايه الموضوع يا روحي؟ بعد اذنك يابا، تعالى يا زين بره. شفت المقروسه؟ خدت الواد من ايده وخرجت، ولا كانك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجه يا نوفل. الله، ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان؟ هي ناقصه. قوم ما تقعدش زي البروطه، لا بتهش ولا بتنش يا برودك. انا مش عارفه اقول لك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجه. ايه، هو احنا غرب عن بعض ولا ايه يا بت؟ ربنا يقدرني على الرد جميلك ده يا زين. برضه جمايل؟ في بينا جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست، نمشيها المره دي اخوات. بس خدي بالك من نفسك. قوليلي صحيح، هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع، وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مره. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه. كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. فتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء. يا عم زين، كنت فين كل ده؟ لا ابدا، كنت في مشوار يعني كده، مهمه انسانيه. يا سلام، تصدق قطعت لي قلبي. ويا ترى بقى المهمه دي ليها علاقه بعم نوفل وبنت عم نوفل؟ يعني مش قلت لك حنين؟ ولا كيمو، فين الشاي بتاع ياض؟ جاهز ومتظبط ومستني الشريبه. لولا ده كيمو عمي، ملقاش عندك عدة محمول متكمرة؟ انت تؤمر يا عمان. بس بقول لك ايه، عايزها فابو رخيص، حاجة يعني تمشي الحال وخلاص، بس أهم حاجة تكون شغالة ويكون معاها خط كمان. اعتبره حصل. أيوة جاي. هو إيه النظام؟ مش هنلقط رزقنا ولا النهاردة هنبلط في الخط؟ لا يابا، النهاردة كونجي، وبكرة بقى ربنا يسهل ونعمل شغل على تقيل قوي. شغل إيه؟ اصبر على رزقك تنول يا زين. هخلع انا بقى 5 دقايق كده للمعلمه انشراح، اخلص معاها مصلحه على السخان وارد على طول. مقضيه باذن الله. يا زين، رجعت ده من ساعه ما خرج من السجن وحاله متشقلب. اه والله يا بركه، متشقلب على الاخر. رياس يا حربي، يعني جاي رجل ورا ورجل قدام. اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي. ما هي الدنيا كده يا معلم قبضايا، يوم ليك ويوم عليك. باذن الله ايامك كلها عليك. وببركه دعاك هتبقى عليا وعليك يا معلم. بالاذن يا حبيبي. اذنك معاك يا عنك يا معلم عنك. ايه يا واد يا حربي، انت ما نزلتش الشغل النهارده ولا ايه؟
اصل بصراحه معلمها الشغل اللي كنا بنعمله معاكي ده ما عادش جايب همه. ليك مزاج بقى تسيب شغل الخرده معايا؟ بالعكس يا معلمه، ده احنا رجالتك وما نقدرش نستغنى عنك ابدا، بس الغرض يعني ان احنا نعمل معاكي شغل على كبير شويه. كبير؟ كبير يا ابو كبير. اوعى يا واد تكون خارج من السجن وعقلك وزك انك تعمل نصبايا، ما تختارش غيري، ده انا الابله بتاعت المنطقه دي كلها، وست ستات الحته واجدع معلمه فيك يا مصر، ومحدش يقدر يدوس لك على طرف كمان. اصر، عايز تقول ايه؟ غرض يعني ان انا عايز منك كلمه، لما اجيب لك شغل كبير فل الفل ولغايه هنا، انك تشتريه مننا يعني بما يرضي الله، بالغير معلم ابضايا ما يخفس بالارض زي ما بيعمل كل مره. هو انت يا ابني مش جبت لي شغل قبل كده وانا رضيتك؟ حصل يا معلمه، بس الغرض انه يمشي كده على طول. ماشي، روح اسرح النهارده وهات لي بضاعه فل الفل وحراضيك، خلينا وراك لغايه ما نشوف اخرتها. المايه تكدب الغطاس. طب يلا اتكل على الله ولما نشوف. ايدك بقى على ميايه. بأمرت ايه؟ اصطباح علينا بالعربيه وبيقسموهم مني. ما هوش معقول يعني يا معلمه واحد طويل عريض زيي هينصب عليك في 100 جنيه. لما نشوف اخرتها والميه تكدب الغطاس، 100 جنيه ايه؟ معاش ولا كان اللي يكذب عليك يا معلمه، وبكره تعرفي ان حرب المهدي قد كلمته. بالاذن بقى. سلامة يا بضايا. غلط، اكبر غلط يا برنسيسة، شكله كده بياكل بعقل الكنافة بايته. انا ليا نظرة في الرجالة ونظرتي ما بتخبش ابدا، ونظرتي بتقول ان الواد ده دماغه نظيفة وحيشتغل ويجيب بضاعة كويسة. نظرتك هتخيب يا برنسيسة، دول عيال هتي ما يجيش من وراهم غير النوش والسك العفش. انت بتكرههم ومش نازلين لك من زور ومش طايقهم، بس العيال دي هتنفعنا قوي. وقلت لك بقى بطل قلق وما تقلقناش، وقلت قبل كده كتير المصلحة ما بتحبش القلق. كان عايز منك ايه ابن الاشقر ده؟ ابدا، ده كان جايب لي الهدوم اللي نسيتها في الكافيتيريا. والله وريني. ما ادكيش فلوس يا بنت؟ ما ادانيش حاجه. يا حلولي، يعني انت معشفاره؟ صدقي على الاخر. لا بصي يا اختي، الحال ده ما يلزمنيش، حكايه انك تقعدي في البيت من غير لا شغله ولا مشغله ماليش دعوه، ما تلزمنيش. انا هشيع ابوكي من نجمه على المعلم ابضايا، يعجل بجوازه وخير البر عاجله. بر؟ انهي بر ده ان شاء الله اللي يخلينا اتجوز واحد زي ابضايا البلطجي المعفن ده؟ بر ايه اللي انت بتتكلمي عنه؟ يا بنت بدل قعدتك من غير لا شغله ولا مشغاله، اهو يدينا قرشين ينفعونا في الزمن الاخبر ده. قولي كده بقى، انت همك كله على الفلوس، لكن بني ادمه زي تدفن بالحياه مع بني ادم معفن جربوع زي ده ولا فرق معاكي في حاجه؟ طبعا ابضايا معفن يا اختي، تطولي ده ابضايا طول بعرض جدع جتة. طب ما دام هو جتة كده ما اتجوزتهوش انتي ليه؟ يا قليله الادب اخرسي. انتي مالكيش ضرب عليا يا ست، انتي فاهمه يا وليه؟ علشان انا معفنه. انا علشان ايه يا بنت الكل؟